فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يشترط في السفر الذي تقصر فيه الصلاة أن تكون مسافته 80 كيلو؟ بلا شك هذا قول الجمهور، بعضهم يقول لا أكثر، بعد 3 ليالي للراحلة، 3 أيام للراحلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أيحل لامرأة أن تسافر 3 أيام؟ في بعض الأحاديث، مسيرة يومين، وفي بعض الأحاديث لم يقيد بأيام تسافر إلا ومعها ذو محرم، يدل على السفر القليل والكثير. فلا يجوز السفر حينئذ يحدد ب80 كيلو، لأن مسيرة يومين للراحلة ما هو بيومين كاملين، ما تسير الراحلة اليوم الكامل، تسير أول النهار إلى الظهر، هذه مرحلة، من الفجر إلى الظهر هذه مرحلة 40 كيلو، اليوم الثاني مثلها 40 كيلو، المجموع 80 كيلو. نعم. فضيلة لا تستطيع الراحلة أن تسير في اليوم أكثر من 40 كيلو. نعم.